حياكم الله مشاهدي ومستمعي المدانة حامد السيد، وحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة. في منطقة صارقة هي مجموعة من العوائل اللي تسكن في منطقة عشوائية. هذه المنطقة العشوائية اشتروها بفلوس طبعا، ما قعدوا بيها. والمنطقة العشوائية اللي قعدوا بيها هي منطقة هسه راح يشاهدوها بالتصوير حقيقة كأنما منطقة أصولية، يعني شوفوا شلون يتم التلاعب بالمناطق في العراق. منطقة خالية، هذا سببه راح نرجع نتحدث عنه بشكل صريح بشكل مباشر. شنو أسباب التجاوزات؟ شنو أسباب العشوائيات؟ منطقة مرتبة بها شارع والمناطق أيضا البيوت بيت مجاور بيت، وكأنما منطقة مفروزة تماما، يعني بس يجيها التبليط يبلط الشارع تصبح منطقة سكنية رسمية. هذه المناطق موجودة طبعا يشبهها في بغداد، كثير من المناطق العشوائية صارت إلى مناطق رسمية أو مناطق أصولية. وكذلك هسه في كركوك نتحدث بشكل خاص في منطقة صاريكة، هي هذه المنطقة طبعا قريبة أو هي مشيدة على أرض، هذه الأرض متفق أن تكون للمطار، يعني لمطار كركوك. وإجت أوامر من محافظة هذه المنطقة اللي جاي نشاهدها، شوفوها مشاهدينا، منطقة بناء وبلوك، وكأنما اللي باني بيها يريد يبقى مدى الحياة. هذه العوائل اللي قعدت في التظاهر وفي الاحتجاج السلمي رافعين علم إقليم كردستان وعلم العراق يطالبون بعدم الإخلاء أو يطالبون بالتعويضات. هسه راح بعد قليل نعرض التقرير. شوفوا أفرع وأزقة مرتبة وحديقة بلدة ومنطقة كأنما رسمية، فقط تتبلط تصير منطقة أصولية. هذا سببه شنو؟ سبب غياب الرقابة. احنا نورط المواطنين احيانا بابتعادنا عن تطبيق القانون. اتحدث بلغه انه انا حكومه، شلون يصير التجاوز؟ يصير التجاوز من انه انا عندي مسوغ قانوني لحمايه مصالح المواطنين، لحمايه النظام، لتطبيق القانون. القانون يمنحني ان استخدم هذه السلطه، ما هو انا اسمي حكومه تنفيذيه. ليش اجل هذه المهام وهذه الواجبات وخلي البلاد اسمه بلاد او اسمه دوله وله كيان بحكومه، اعني ببرلمان، بس ماكو تطبيق للقوانين؟ يعني ما اعرف انت تريد من المواطن يجي يباوع الدوله، ها عتق قانون يمنع التجاوز، انا ما راح اتجاوز. زين والمواطن اللي ما متابع التشريعات وسلسله القوانين شو نقول له اذا اخذ شارع؟ شو نقول له اذا اخذ رصيف؟ شو نقول له اذا استحول على مزرعه؟ هنا يجي دور الحكومة، هنا يجي دور السلطة. السلطة ينبغي أن تستمر في فرض القانون. فرض القانون مو عيب، فرض القانون مو استبداد، فرض القانون هو عبارة عن لغة مشتركة أو ضمان أو عقد أسميه اجتماعي بين المواطن وبين السلطات. والغرض من هذا العقد هو أن ينظم حياتنا، يخلينا كلنا كمواطنين، الغني والفقير، المحتاج والما محتاج، يخلينا كلنا يعني متساوين أمام هذا القانون. بالنهاية غياب التطبيق للقانون، احنا ما عندنا قانون غائب، عندنا غياب لتطبيق القانون، وعندنا غياب أيضا لمراقبة من يطبق القانون. أحيانا يتم تطبيق القانون، لكن يتم تطبيق القانون بشكل جزئي وبشكل انتقائي. نطبق القانون على فئات ضعيفة من المجتمع، لكن القانون من يوصل إلى رؤوس كبار أو رؤوس كبيرة بالفساد، رؤوس كبيرة في القتل، في المافيات، لا، يصبح القانون مو قانون، يصبح القانون عبارة عن شيء هامشي. تجي هنا المصالح السياسية تتقدم، نعوف القانون، نعزله على صفحة ونبدأ سلسلة المفاوضات. المفاوضات شنو هو؟ شنو واقعها؟ وقعها انطيني وانطيك، استرني وسترك، احميني واحميك.
والمواطن يباوع عليهم يتفرج على سلسلة الحوار اللي يصير، ماكو قانون، شو يكون مصير المواطن؟ من يباوع على هيش طبقة سياسية، من يباوع على هيش مزاج حكومي، مو طبقة سياسية، سلطة تنفيذية تتفاوض بعقل عشيرة، تتفاوض بعقل الحزب السياسي، وزير يحكم بمزاج حزب السياسي في الوزارة، وكأنما هو مو وزير في حكومة اتحادية، مو وزير في دولة اسمها العراق. مواطن باوع علي يراقب الاستمرار، هذا ايش ديه يتصرف؟ وين القانون اللي يتحدث عنه؟ وين نظامه؟ اي دولة احنا نعيش فيها ما عندنا دولة قانون؟ شو يسوي المواطن؟ يكون نظير لهذا المسؤول السياسي، يشبه يكون يحاول ان ينتحل الصفة من يمه، ما يقدر يوصل للمصفحة اللي صاعد بها المسؤول، ولا يقدر يستنى منصب وزاري، الاقرب الى والايسر ان يروح يشوف لمنطقة عشوائية، منطقة هي يفترض ان تكون المنطقة تابعة لوزارة من الوزارات، في المستقبل قد يشيد عليها مشروع للري، مشروع للزراعة، مشروع تعليمي تربوي. لا، المواطن يروح يجاوز عليه وياخذه ويستخدمه للأغراض الشخصية بدون واعز قانوني، بدون مبررات، بدون مقدمات. هذه إشكاليتنا إحنا اللي جاي نواجهها كمواطنين. شيء متعلق بشيء، لا ينبغي أن نفصل وعي المواطن على وعي السلطة، عن وعي السلطة، أو وعي المواطن عن وعي السياس في العراق. إحنا إذا عندنا طبقة سياسية متزنة عقلانية، وعندنا طبقة حكومية تكافح الخارجين على القانون في مؤسساتها، وتبدأ بمحاسبة ذاتها في الدرجة الأساس، تخليها مقدمة في وظائفها، لا إحنا راح نطمئن، ننام رغد، الله كفيلكم. ما راح نشهد مواطن يتجاوز، ما راح نشهد مواطن يعيش في العشوائيات. بالتأكيد يرفض المواطن ثانيا تطبيق القانون، معناه شنو؟ معناه تحقيق العدالة الاجتماعية. هذا القانون هيك يخبرنا، القوانين الموجودة في العراق قوانين راقية إذا نصفحها ونقراها بتتبع طبعا، وكلمة كلمة، لا نتخيل ذاتنا أنه إحنا عايشين في لندن، عايشين في بلدان نامية، في أمريكا مثلا، في باريس، في فرنسا، لكن نجي إلى أثر هذا القانون على الواقع ما نوجد إلى أي أثر. ليش؟ لأن غابت عندنا سلطة تطبق القانون، وغابت عندنا سلطة أساسية تراقب من يطبق القانون. ننتقل مباشرة إلى تقرير أعد زميلنا حمزة السعداوي في كركوك، والتقرير يتحدث عن مشكلة أهالي منطقة الساري كهية، هذه المنطقة العشوائية، والسكان حقيقة مطالبين أو جتهم أوامر بإخلاء منازلهم، وإلى الآن ما يجهلون مصيرهم المواطنين، لا من معوضينهم بمناطق أخرى، وبعض المواطنين يقولون إحنا المنازل اللي قاعدنا بها اشتريناها بفلوس، اشتريناها بثمن باهظ، يعني ما من السهولة أن نستغني عنها. فلنتابع. ما تزال أزمة التجاوزات على الأراضي الحكومية أو التي تحمل جنسا زراعيا تلقي بظلالها على الشرائح الفقيرة من المواطنين من جهة، والحكومات المحلية من جهة أخرى. ففي كركوك ناشد أهالي منطقة صاري كهية اللجنة العليا لإزالة التجاوزات في المحافظة التريث بقرار إخلاء دورهم تمهيداً لإزالتها. احنا هاي البيوت من 2010 احنا بانيها لحد الآن، احنا اشتريناها ناس تزوي هنا باعونا وراحوا، احنا منو؟ احنا بالفقر بالشي الشي نجيب. أنا خاصة أني عندي 6 شهداء، لحد الآن لا عندي أرض، لا عندي قاع، لا عندي بيت. جونا كتبوا على الحائط اللي هذا تشوفوها تصوروها، تم التبليغ على أساس راح بعد أسبوع يهدمون هاي المنطقة. يعني احنا بشتة وين نروح؟ كل واحد عنده 5 جوال 6، وبهالبرد وين نروح؟ لا تقول عندنا بيت ولا نقدر نأجر، إيجار 600 700 صاير. وهسه أنا إذا يطلعوني ما عندي مكان أقعد بالشارع، وأنا عائلتي وعندي 10 يتامى، ما عندي أحد يعني ينطيني، لا عندي راتب لا عندي شيء، وين أريد أروح؟ إدارة كركوك من جهتها عزت قرار إزالة هذه الدور لأسباب فنية تتعلق بإنشاء مشاريع استراتيجية، من ضمنها استكمال مشروع مطار كركوك الدولي
فضلا عن قربها لمؤسسات أمنية حساسة. إخلاء هذه الدور كون أولا قريبة من قطاعات الشرطة ودائرة التسفيرات، إضافة إلى أنه جاءنا وفد من سلطة الطيران المدني حول إكمال موافقات إنشاء مطار كركوك المدني، حيث الكل يعرف بأن مطار كركوك بالنسبة للإدارة وبالنسبة للمواطنين شيء مهم واستراتيجي. لذلك ارتأت إدارة المحافظة بالإعازة إلى لجنة رفع التجاوزات بإزالة هذه الدور مع إيجاد موقع بديل لهؤلاء العوائل. تفاقم أزمة السكن في البلاد دفع الكثير من ذوي الدخل المحدود اللجوء إلى ظاهرة التجاوز على الأراضي غير السكنية، الأمر الذي بات يواجه مشاكل كبيرة تبدو غير قابلة للحل. حمزة السعداوي، قناة المدى، كركوك. مشتريها يعني بفلوس من المواطنين حقيقي، يعني مساكن، يعني اكو تجاره بالقضيه، تاجر يستحوذ على ارض ويفصلها مثل ما يريد ويبيع الارض للمواطنين، المواطن يقعد بيها وبعدين هذا التاجر يهرب وياخذ الاموال. والله خوش تجاره، وهذا كلها لها مقدمات، كانت نتيجه يعني، هذه يعني مو مقدمه، لا مقدمه هذا النتائج اللي احنا جايين نعاصرها كمواطنين كعراقيين، انه غياب سلطه القانون. انتهى الموضوع، عندنا موجودة سلسلة قوانين مهمة لو تطبق بشكل فعلي على الأرض لا شان كافحنا الكثير من المشاكل، حتى الفقر نكافحه. كان مفترض وياي يكون السيد علي حمادي معاون محافظ كركوك، بس كنا نتصل به حقيقة والهاتف مالته يرن بس ما يقدر يرفعه، يبدو مشغول باجتماع سياسي أو طار حدث في كركوك. مع ذلك ويانا مراسلنا حمزة سعداوي. حمزة إذا تسمعني حياك الله. أهلا ومرحبا بك زميلي حامد وجميع مشاهدين أعزاء. حمزة، دا تطين نبذة يعني قصيرة عن سكان هذا الأحياء، هذا المنطقة، سكان صاري كهية، هم من إلى أي قومية ينتمون بالتالي؟ خاف يطلعوهم باشر عقبة ذول المتجاوزين ويحسبوهم بعدين يستغل ملفهم سياسيين في المستقبل، يقولون ها هذول جزء من القومية العربية يتم محاربتهم مثلا أو تغيير ديموغرافي يطرأ. شنو قضية صاري كهية؟ من يسكنها بالتحديد؟ شنو هوية من يسكنها؟ في البدء أزمة التجاوزات هي أزمة مستعصية ليس فقط بمحافظة كركوك ولكن جميع محافظات البلاد. نعم. كما أسلفت حضرتك إنه غياب القانون منذ البدء وغياب التنسيق وزارة التخطيط وكذلك وزارة البلديات والأعمار، يعني هذه كلها أسباب تراكمات أدت إلى هذه النتائج. نعم. منطقة سارك هي يعني هي منطقة يسكنها خليط بشكل عام محافظة كركوك، جميع مناطق محافظة كركوك منطقة متنوعة، يعني كانها خليط يكون من الكرد والعرب والتركمان وحتى نعم والآشوريين والصابئين. نعم. يعني وبالتالي هذه المنطقة هي ليست لمكون معين، يسكنها نعم الكرد ويسكنها التركمان ويسكنها العرب. نعم. في عام يعني كما تحدثوا لنا أهالي أو سكان هذه المنطقة في عام 2010 يعني بدأوا بالبناء في هذه المنطقة. مو احنا نلاحظ اكو اعلام لاقليم كردستان حقيقة الى جانب علم العراق، ما اعرف يعني شنو الغرض من رفع هذه الاعلام بالتحديد، هم فعلا كرد اللي يرفعون ذول الاعلام؟ يعني انا بطبيعة الحال كما قلت لك جميع مناطق كركوك او اغلبيتها يسكنها خليط يعني. نعم. الكرد والعرب والتركمان، وهذا هو ليس محافظة كركوك، هي فتيفتاء تجمع الجميع يعني. نعم. وهي عراق مصغر. صحيح. أي منطقة تذهب يعني تشاهد العربي والكردي والتركماني في محلة واحدة. نعم. يعني أسباب قرار إخلاء هذه الدور، كما يعني أجرينا لقاء مع معاون محافظ كركوك السيد علي حمادي. نعم. قال لنا بأن هنالك مشاريع استراتيجية ستقام في هذه المنطقة. ومن أهم هذه المشاريع هو إنشاء مطار كركوك الدولي الذي طالما ينتظره الكركوكيون، هذا المطار المدني يعني. وجاءت لجنة من سلطة الطيران المدني إلى كركوك. نعم. وعندما قيمت المساحة فيعني أعطت يعني مؤشرات يجب أن تزال هذه الدور
لاستكمال انشاء هذا المشروع المهم والحيوي. نعم. فضلا عن ذلك هناك مؤسسات امنيه ايضا حساسه يعني قريبه من هذه المنطقه، على خلفيه هذه الامور يعني جاء هذا الامر. انا اشكرك حقيقه حمزه السعداوي مراسلنا من كركوك، شكرا لكرم الاتصال، كنت معي عبر الهاتف من كركوك، شكرا جزيلا لك. مشاهدي ومستمعي المدى، حقيقه ملف برنامج ناس وحكومه اليوم يتحدث عن ازمه العاطلين عن العمل، وهي ازمه مستمره منذ فتره طويله، يعني مو بالقصيره، بدات هذه الازمه منذ ايام الحصار بالنهايه، بس بذاك الوقت كانت القضيه منظمه شوي، ولا هو الحصار اعطانا ثقافه حول فرص العمل عن التعيين او البحث عن او البحث عن فرصه عمل، يعني رسخ في ذهننا انه المصدر العمل الوحيد لكل مواطن عراقي ينبغي ان يكون معين، يعني لازم يبحث عن وظيفه حكوميه. وبعد السقوط شهدنا مرحله خطيره للغايه، يعني هذا الترهل الوظيفي الفاحش والكبير في المؤسسات الحكوميه، واصبحت ثقافه عند كل المواطنين مكرسه هذه الثقافه، ما اعرف هذه ممنهجه، اكو اشخاص يدفعون باتجاهها، ما اعرف احنا اخطانا في حساباتنا كمواطنين. الشباب بالذات الخريجين ما يبحثون عن فرصة عمل أو يبحثون عن مشاريع صغيرة أو متوسطة، فقط يمتلك الشهادة شهادة التخرج راح يفكر أنه شلون أوجد لي فرصة تعيين وظيفة في الحكومة، وحقيقة هذه نظرة خاطئة بالنهاية ولها سلبيات أكثر من إيجابيات. بعدين إحنا من نطالب الحكومة بالتعيين وإيجاد فرصة عمل، احنا راح نخلق بيئه من الموظفين قد ما نوصل الى او نوصل الى مرحله قد ما نبلغ ان نحصل لهم رواتب بالنهايه. وهذه الازمه اللي جاي نعيشها جزء منها هو العدد الكبير للموظفين في دوائر الحكومه، عدد كبير وضخم للغايه ما تمتلكه اي دوله من الدول الناميه نتحدث. ثانيا الدول الناميه حققت هذا النمو في الصناعه في التطور بالفرص الحره، فرص العمل الحره، القطاع الخاص، أن تكون حر في عملك، تجي الدولة وتدعمك، يعني تدعمك من خلال مشروع قانون للاستثمار، تدعمك من خلال القروض، بس الدولة ما معنية بالنهاية أن تفتح كل أبوابها لتشغيلك. قضية أخرى يعني أيضا هذا الترهل سبب من أسبابه غياب الشفافية في التعامل مع المواطنين في ملف التعيين. تدرون جنابكم أنه كل حزب سياسي يمتلك وزارة، وكل حزب سياسي يمتلك منصب في ذات الوزارة، هسه مدير وكيل فمادون، هذا هم إلى أثر بالقضية، هذا هم يزيد مناسيب الموظفين، هذا ما يقللها، لأن كل حزب يمتلك وزارة لازم يعطي رصيد محدد أعداد لحزبه لمناصري حزبه، دائما يقرب المريدين إلى في الوظائف. لذلك نشاهد في الدوائر الحكومية عندنا طبقة من العاملين في دوائر الحكومة عقلهم مو عقل دولة، أحيانا ما عندهم حرص الانتماء للدولة، وما يفكر أنه في عمله وبلا يعني بلا هذا الانتماء وعدم التزامه بالوقت، عدم احترامه للمواطنين أثناء المراجعة، عدم وجوده المكثف في الدائرة، ما يشعر أنه منتمي فعلا للعراق ومنتمي للدولة حتى لو كان عمله مسيء لسمعة الدولة والحكومة. تدرون جنابكم في الدول المتطورة الوظائف الحساسة هي الوظائف المنتمية للقطاع الحكومي للقطاع العام، يعني نضرب مثال، مثلا إذا أنت عايش بدبي وتروح إلى قطاع حكومي عندك معاملة متعلقة بالجنسية، الموظف إذا يخنزر ببوتشك هيشي من حق المواطن يروح يرفع دعوة على الحكومة إيقاظ الحكومة، لأن هاي من خنزر أعطى دلالة أن الحكومة ما محترمته وينبغي أن يكون خادم للمواطن. إحنا ما عندنا هذا السلوك حقيقة حاضر. شنو سبب العشوائية في اختيار الناس ودمجهم في عقل الدولة؟ شلون ندمجهم في عقل الدولة؟ من نعطيهم مناصب في الوزارة، وهذا اللي ينطي منصب في الوزارة يجيب عشيرته ويجيب أقاربه، وبالتالي يحول الوزارة إلى قبيلة. هذه قصتنا لهذا اليوم وملف برنامج ناس وحكومة، سنتحدث عن فرص العمل والعاطلين في العراق، وهي أزمة مستمرة حقيقة. بإمكانكم مشاركتنا طبعا عبر هواتفنا المتاحة لكم كمستمعين عبر إذاعة المدى بالتردد 92.8 FM في بغداد وأربيل ودهوك، و 104.5 في السليمانية. هواتفنا هي 0773 60 60 60 و 087 37
4-3-5 نفس الهواتف ظاهرة أسفل الشاشة. ولا يفوت لا يفوتني حقيقة أن أرحب بضيفي السيد يحيى العيثاوي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. مرحبا بك. شكرا لحضورك الاستوديو ناس وحكومة. أكيد راح نفكك هذه الأزمة يعني على الأقل على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الحكومي باعتباركم جزء من هذا الاختصاص اللي يتابعون وتراقبون من كثب هذا التطور اللي يحصل في الوظائف الحكومية والترهل الحاصل. لديكم رؤية، لديكم أكيد يعني موقف اتجاهها اتجاه هاي الأعداد الكبيرة، وفيما يتعلق أيضا بغياب فرص العمل للعاطلين عن عمل. سمعنا أن لجنة الاقتصاد أعلنت في وقت متأخر موازنة عام 2016 ما تتضمن فرص عمل للعاطلين، بس هذا بعد الفاصل. سيادة النائب اسمح لي ننتقل لفاصل قصير ونعود، تفضلوا بالبقاء. شكرا لتفضلكم بالبقاء مشاهدي ومستمعي المدى. أنتقل مباشرة للسيد يحيى العيثاوي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. فيما يتعلق بموضوع الحلقة اليوم نتحدث عن فرص العمل للعاطلين ونسبة البطالة في زيادة يعني. وزارة التخطيط أعلنت في إحصائية أنه تجاوز الـ 15% نسبة العاطلين بسبب الإرهاب. زين شو تفكر الدولة أنتوا مثل ما تراقبوها باستمرار يعني الحكومة؟ كيف تفكر بحلول لهذه الشريحة، شريحة العاطلين العمل؟ نبقى احنا عاجزين عن إيجاد فرص حرة لتوظيفهم وتشغيلهم أو دعم القطاع الخاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجميع المشاهدين. يا أهلا بك. أود أن أتكلم بعض الشيء عن مسألة التجاوزات اللي جنابكم اللي في كركوك. في كركوك وفي نعم. بغداد. هي عامة. احنا عامة، ليش احنا نحصرها في منطقة واحدة وإنما هي صارت حال كل المحافظات. دائما غياب القانون يؤدي إلى المشاكل، والمشكلة تبدأ بصغر وتنتهي بكبر. تتفاقم. نعم تتفاقم هاي المشكلة. أمانة بغداد تحديدا وكل أمانات أو كل البلديات في بغداد والمحافظات هي المسؤولة عن تنظيم عملية السكن. زين. مسؤولة عن تنظيم عملية التجاوزات. نعم. أولا في الماضي عندما كان القانون سائد البلدية والأمانة دائما تمنع أي بناء عشوائي، دائما تراقب من خلال التجوال، من خلال مفارز اللي تتجول فيها المناطق، بحيث ترصد أي عملية خارج القانون وخارج الضوابط. الأمانة والظروف اللي مرت بها البلد وكذلك البلديات تركت هذا الموضوع وغاب القانون، والناس لأنه عدم وجود السكن، عدم وجود فرصة للسكن، غلاء الإيجارات، غلاء البناء، قلة الموارد للمواطنين أدى بهم إلى الذهاب إلى عملية تجاوز قصرا. نعم. وليس إرادة منهم. زين. لأنه لا يستطيع العيش من خلال دفع الإيجارات، وأيضا هو فرص العمل ماكو. فتلاحظ يتجه إلى عملية العشوائيات، أولا الأسعار أرخص. نعم. ثانيا يكون البناء غير منظم بصورة غير منظمة، ويعول على التمليك منه. ويعول على التمليك. لذلك يشوف يتجه المواطن والسعر يكون قليل، يتجه المواطن لهذا العمل. نعم. أنا أقول آتي، يجب على البلديات كافة وعلى المسؤولين عدم إزالة التجاوزات في الوقت الحاضر، لأن الوضع غير مشجع للمواطنين، كذلك الوضع الاقتصادي، أزمة السكن كبيرة. أنا ما أجي إنسان شو يسوون بدل عدم إزالة، بدل هذا أولا بناء مساكن واطئة الكلفة للمواطنين الذين لا يمتلكون. زين. بناء مجمعات سكنية في المناطق. زين. المدن السكنية اللي احنا راح نقرها واللي راح يقرها الفرص الاستثمارية اللي راح عندنا موجودة بالبلد، يجب أن يكون هنالك مسكن للمواطن اللي يزيل مكان التجاوز مالته. زين. أنا ما يمكن أجي أزيل إنسان قاعد في بيت أو قرية أو مجمع سكني ونبنى والدولة ما جت قالت له أول، لأن هو البناء مو يصير بيوم واحد. البناء يستمر أشهر. أحد إجا قال له يا بتجي تبني، أحد وقف بوجهه قال له هذا ممنوع، وإنما خلاه يكمل ويسقف ويبعد جوه ويأثث وهذا، ويجي الأخ أو البلدية أو المسؤول يقول له تعال ده أزيل بيتك. هاي العملية ما يصير أطلاقا، ما يصير. زين. يجب أن إذا في حالة هذا الموقع يكون البناء مالته عشوائي وغير منظم، نعم،
يجب أن يبنى لهم. شنو اللي منع من محاسبتهم؟ ما منع محاسبتهم أو تقصير من الجهات المعنية. لا هي ليش قصرت الجهات المعنية؟ هي قصرت يعني هي عتها سلطة قانون بالنهاية. عتها سلطة قانون. عتها معدات. قصرت والمقصر يتحمل مسؤولية. لا أستاذ يحيى همين. لأنه لو كان المسؤول البلدي يجي يقول هذا المكان غير مخصص للبناء. أكو مكان آخر مخصص للبناء. الله كفيلك هذا طبق. هو يخليه يبني. وورا فترة أستاذ يساومه ورا فترة هي. يجي يقول له تعال. هذه طبقة نافعة في الانتخابات يعني هم لا تنسى هذا الجزء. هذا يستثمر. هذا احنا في مسألة الانتخابات هذا الشيء ما يهمنا. احنا هي. يهمنا انه تكون انا في لا استثمرته كتل وما استثمرت اكو كتل استثمرت نعم. ولكن احنا نقول نريد يكون البناء منظم بشوارع منظمة زين. بخدمات منظمة زين. يجب أن يكون التخطيط من قبل الدولة ولا بأس أن توزع قطع سكنية على المواطنين ويكون هذا التوزيع هذا التوزيع منظم وليس عشوائي. هذا المفروض لأنه دائما بعض الناس المتجاوزين اللي يشترون قطع أراضي يوزعونها عشوائيا تكون الشوارع ضيقة تكون الخدمات قليلة وهذا تصميم غير حضاري. احنا ندعو الجهات الحكومية صاحبة القرار اولا عدم ازاله التجاوزات في الوقت الحاضر المبنيه واللي ناس ساكنتها اثنين توزيع الاراضي في المناطق المحيطه ببغداد والمحيطه بالمحافظات. عندنا اراضي شاسعه يمكن توزيع قطع اراضي سكنيه وبتصميم حديث بحيث يستطيع المواطن ان يبني بها ولا احد يطالب. هو شنو يمنع توزيعها؟ هو هذا السؤال حقيقه دائما نسال. اخي العزيز اراضي شاسعه عندنا لو كان استثمرت هذه الأراضي من أجل بناء وحدات سكنية لما صار عندنا هذه المشكلة. ولكن تلكؤ القوانين دائما الموظفين المسؤولين عن هذا الموضوع يخلون العقبات والعراقيل بهذا الاتجاه للابتزاز يعني يستخدمونه للابتزاز لكل الأمور الأخرى. هذا جانب العاطلين عن العمل هذه مشكلة أساسية. شون راح نعالجها؟ نبقى هيك عاجزين نتفرج أمامها؟ هذه مشكلة أساسية حقيقة في المجتمع العراقي. أنا أقول لمشاهدين الكرام عدد العاملين وعدد الموظفين في الدولة مترهل جدا 5 ملايين أو يزيد عن ذلك. زين نجي احنا ناخذ وزارة من الوزارات الموجودة عندنا بالبلد أي وزارة كانت تجي على عدد الموظفين وعدد هذا تشوف انه عدد كبير جدا زين عدد مترهل للوزاره طيب. وتلاحظ ان الوزاره ما عندها اي منتوج. اغلب الوزارات اصبحت ادارتها مركزيه اي تمويلها مركزي من الدوله وهذا هذا خطا. احنا نريد الوزارات تكون تمويلها والشركات تكون تمويلها مركزي اي هي تمول نفسها بنفسها زين. احنا دي يصير عندنا انه كافه الشركات كافه الوزارات دي يصير تمويل مركزي اي تؤخذ الموازنه التشغيليه من الدوله وهذا خطا كبير. لذلك تلاحظ صار عندنا ترهل في عدد الموظفين. قوانين التقاعد عندنا قوانين قديمة وما ترقى بمستوى المسؤولية للوقت الحاضر. موظف لازم يعبر عمره 50 سنة حتى يحيلوا على التقاعد وتلاحظ أنه هاي العملية تكون صعبة حتى يجي الموظف الآخر اللي هو الخريج الجديد يلقي موقع إلى العمل. المشكلة اللي احنا نعاني منها دائما احنا عانا على الدولة وعنا على الوزارات وهذا الخطأ الكبير اللي وقعت به الدولة العراقية. طيب الدولة العراقية صراحة منذ زمن بعيد اعتمدت على النفط كريع رئيسي صحيح للموازنة ولاقتصادنا صحيح. تركت للظروف اللي مر بها البلد والحروب اللي مر بها البلد والمخربين اللي خربونا المصانع اللي كانت عندنا تركت مجال الصناعات بتأخر كبير. نعم. والأهم من ذلك تركت القطاع الخاص اللي هو يعتبر الأداة الثانية والريع الثاني للدولة. وشو هذا القطاع الخاص؟ وهذا القطاع تم تشويهه وتم النظر إنه قطاع غير مفيد. زين. لماذا؟ نظر إلى هذا الموضوع وخاصة القطاع الخاص إنه قطاع غير مجدي وقطاع يعتبره قطاع فاسد. زين. اللي شوش هاي العملية هو القطاع العام. الموظف بالدولة
الموظف بالدولة ونظرا للقوانين الموجودة ولعدم وجود قانون العمل اللي ينظم للعمال استحقاقاتهم. نعم. وصراحة نتكلم عن بعد قليل هذا. نعم. القانون. نعم. هذا القانون كان معطل. زين. بحيث العامل والموظف في القطاع الخاص ما إلى مستقبل وما إلى مثل ما يقولون حقوق المستقبلية عندما يعمل في القطاع الخاص. بينما الموظف والعامل اللي يصير في القطاع العام إلى استحقاق التقاعد إلى كافة الاستحقاقات اللي تشمله. لذلك النظرة كانت على الموظف أو العامل في القطاع الخاص نظرة ضيقة من ناحية أنه ما إلى أي حقوق. لا هي الوظيفة بها ضمانات وبعدين هاي راح نناقشها بالتفصيل. ولذلك نشوف القطاع الخاص القطاع العام دائما كان يشوح على القطاع الخاص أنه قطاع غير جيد حتى يبقى القطاع العام هو السائد في المنطقة والبلد وبذلك نلغي دور القطاع الخاص. عندي اتصال الحقيقة صادق وعبد الواحد. صادق موجود لو عبد الواحد ويانا؟ صادق وياي؟ صادق حياك الله من بابل. صادق تسمعني؟ صادق نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي قضيتنا هسه الأستاذ يقول إنه لازم يبنون دور وعطية الكلفة للفقراء. إحنا تم تشييد دور وعطية الكلفة من قبل دائرة المهجرين. البلدية حددت الأرض الأبوة للمهجرين والمتعسسين ببابل. من حددت البلدية بعدين أقال صلحت البلدية مجازة على باع أحد المواطنين فاشتكى وكسب الدرجة السطحية بهدم هاي الدور اللي تجاوزت عليها البلدية. يعني مجاوزة على أرض مواطن البلدية؟ مجاوزة على أرض مواطن البلدية شون؟ إيه نعم وانشأت عليها الدور هي حددتها للهجرة. هذه يا منطقة في بابل البكرلي؟ نعم دور وعطيات الكلفة. فالبلدية يمكنها تستعود صاحب الأرض. فأجي القرار القطع طبعا القضائي بإزالة هذا الدور. وأول البارحة جت الشرطة والشفرات ومنعناهم وأنا نشرتها يعني على التواصل الاجتماعي هاي الشغلة كل يتغاني وأنت حذرنا يوم الأحد اللي يأثر بهذه المبرزة الشرطة يعتقل. إش كم دار هنا في منطقة البكرلي؟ هو حي كبير بس القطعة المتجاوز عليها حدود 38 دار. 38 دولار. أنا أشكرك عيني صادق. تحيات لك. محمد بن الموصل وياي. محمد بن الموصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيني؟ الله يحفظك ويرعاك محمد عيني. عيني على مود المهجرين بس إيش اسمه هاي احكونا على المهجرين والله ملينا عيني. الله وكيل. أنت وين في أي مخيم محمد؟ مو مخيم بالحلة ساكن. ها أنت بالحلة ساكن. بالحلة احكينا شوي على المهجرين. صح. الله وكيل صارنا 6 أشهر ما مستلمين هاي المليون دينار. صحيح احنا قريبين من معاناتكم ونتابعها باستمرار وسوينا 4 حلقات 5 حلقات لكم. انا عندي يومي اروح فعلا. اراجع يقولون معكم الليل الله وكيل لا مساعدة لا كل شيء احكينا شوي على المهجرين الله يخليكم. صحيح تدلل في الحلقات القادمة ايضا راح نجيب وكيل وزارة الهجرة والمهجرين ونتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. أنا أشكرك محمد شكرا جزيلا لاتصالك. العفو أستاذ يحيى العيثاوي يعني إحنا كنا نتحدث عن القطاع العام. نعم. والقطاع الخاص. نعم. يعني إحنا اللي جاي نلاحظه هناك ما أعرف يعني لو أكو نهج يحارب القطاع الخاص ويحاول أن يهدمه ويزيد من هذا الترهل في الدولة ويستفيد من هذا الترهل طبعا يعني أنت تدري كل ما زاد عدد الموظفين تزداد موازنة الوزارة وتقل وظائف الوزارة لأن الموازنة التشغيلية ستكون مضاعفة وأكثر من موازنة الاستثمارية وموازنة العمل بالنهاية. ماكو اهتمام بالعمل من هذه الوزارات مثل ما تفضلت حضرتك. ثانيا ماكو سلوك وظيفي في الدوائر الحكومية لدى الموظفين. يعني الموظف اللي يدخل ساعة 8 يا ريت يلتزم يبقى للساعة 10 هسه غير بالثنتين يطلع الله كفيلك الساعة 9 يروح يطلع وين راح؟ راح للسوق يجيب له سلعة ويجي يرجع ساعة 2 يبصم ويطلع لأهله. لا واحد يقول له تعال انت وين كنت؟ لا واحد يقول له تعال هذه دائرة حكومية ومسخرة لخدمة المواطنين. أكو تسيف في العمل في القطاع الحكومي العام. خلينا نتابع التقرير حقيقة على مود تجاوب على هاي التساؤلات والتقرير أكيد راح ينفعنا أعد زميلنا سرمد القيسي
لمجموعة من الباحثين الاقتصاديين يتحدثون عن فكرة القطاع العام والقطاع الخاص وكيفية مكافحة ظاهرة البطالة في العراق. تفضلوا مشاهدينا ومستمعينا بالبقاء. تفاقم أزمة العاطلين عن العمل في العراق لم تكن وليدة اليوم، فما مر به البلد من تحديات اقتصادية وفساد نخر في جسد مؤسسات الدولة وكبدها خسائر مادية مهولة كان من أهم أسباب البطالة وعدم انتعاش الاقتصاد المحلي. يا رئيس الوزراء انتبه، انتبه على الدوائر، طب للدوائر وتقولي حاسبة كلها تطلع قرايب الوزير وحاطين والحماية مالتهم ولابسين حاطين حماية، حاط 40 واحد 50 واحد زين، والفقير ما عنده عرف ما يعين. هسه أنا عمري 54 سنة، عمري 54 سنة عندي راتب، لا جبتها من أحمد حسن بكير الصدام حسين لأياد علاوي للجعفري للعبادي لحد الآن. يلا أريد عند تقاعد؟ لا. عند راتب؟ لا. القطاع الخاص الذي يحتضن مئات الآلاف من الأيدي العاملة والطاقات الشبابية لم يفعل إلى اليوم بسبب الفشل في رسم سياسة اقتصادية تدعم هذا القطاع الذي سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب. هسه الناس قاعدة بطالة الساعة 7 مو 11 للساعة للوحدة الظل، لا شغل ولا عمل. عملية تشغيل القطاع الصناعي والزراعي والقطاع السياحي والخدمات لم يسير بشكل مخطط له، والعشوائية في إدارة الاقتصاد، عدم وجود برامج للتشغيل واضحة، رغم أنه هناك كتابات لكن التنفيذ عملي وإرادة لا توجد، جرى الاعتماد على التشغيل والقطاع الحكومي، في حين القطاع الخاص هو القطاع المشغل للعمالة بالصناعة والسياحة والزراعة، بقى مشلول، لم يدعم هذا القطاع. القطاع الحكومي فقط بدأت الناس تهرول خلف الوظائف في وجود تقاعد ضمانات، في حين القطاع الخاص القطاع الصناعي بقى مشلول، أكثر من 30-40 ألف مشروع صناعي متوقف في القطاع الخاص. آمال معلقة ومستقبل مجهول تنتظر الشباب العراقي الذين لم يجدوا بدا إلا من الهجرة والمخاطرة بحياتهم بعد أن فقدوا الأمل في إيجاد فرصة عمل توفر لهم حياة كريمة. من بغداد، سرمد القيسي، قناة المدى. شكرا للزميل سرمد القيسي على هذا التقرير. يعني المواطن حقيقة مرات محق من يتحدث أنه أكو نوع من المحسوبية في الدوائر الحكومية. هسه هذا الجانب العام. الجانب الخاص من نتحدث عنه دائما، يعني لازم ندخل إلى عالمنا شوي، نعرف شي فكروا بالقطاع الخاص، إيش كم مشروع نعرض على الحكومة ورفضته، وليش نتجنب التعامل مع القطاع الخاص. يعني ما هو أبو رأس المال إحنا نعرفه كلنا في العالم، يعني جبان بالنهاية. صح. إحنا نجي نضاعف هذا الخوف لدى في داخله، بعدين لا نضمن له قانون يحميه، لا نضمن له ضمانات. احنا تكلمنا عن الوظائف في القطاع العام وقلنا هنالك ترهل وزاري كبير في مساله الموظفين واستيعاب الموظفين لدى الوزارات. طيب هنالك بعض التعيينات فيما يخص الحذف والاستحداث، بعض الوظائف اللي تعطي اثناء اقرار الموازنه لبعض الدوائر، لكن هذا لا يفي بالغرض لالاف بالملايين الطلب المتخرجين اللي يصبوا إلى أنه يحصل له وظيفة بعد إكمال الكلية وبعد معاناة الدراسة. طيب ويريد يكون مستقبله. على هذا الأساس وبمساعدة الأخوة في مجلس الأعمال العراقي وكذلك الأخوة التجار والأخوة أصحاب رؤوس الأموال والأخوة أصحاب القطاع الخاص وأصحاب المهن المرموقة، قمنا ونحن في مجلس النواب العراقي وبالتعاون التام مع لجنة الاقتصاد والاستثمار بوضع رؤى من أجل النهوض بالقطاع الخاص. شلون رؤيتكم كانت؟ الرؤية كانت كالآتي: أولا تعديل قانون الاستثمار اللي هو يعتبر الأساس لعمل القطاع الخاص في العراق. لأن احنا هسه بدون الاستثمار لا يوجد هنالك نهوض للعراق إطلاقا. النفط في تردي،
النفط أسعاره متردية. نعم. الموازنة التشغيلية تأخذ كثير من يعني اللي نقرها بالموازنة، لذلك الموازنة الاستثمارية عندنا قليلة جدا، والآن في هاي السنة ولا مشروع مشروع تم إقراره على مستوى سنة 2015، بل فقط المشاريع المستمرة والمشاريع القديمة. نعم. اللي متلكئة، وبعض المشاريع المهمة جدا توقفت. إذن توقفت العملية الاستثمارية لدى القطاع العام. زين. من هذا المنطلق قمنا بتعديل قانون الاستثمار. زين. بدينا من شهر الثاني. نعم. عقدت عدة مؤتمرات مع كافة شرائح القطاع الخاص، مع طيب. مستثمرين، مع ناس جونا من صار له 13-14 سنة مداخل العراق، وهو عنده استثمارات، هو أصل عراقي، عنده استثمارات في البلدان المجاورة والبلدان الأوروبية وكافة البلدان، عندهم استثمارات وعندهم مصانع وهم دا يمشون هذه الدول المجاورة قسم منهم. استدعناهم وعقدنا عدة جلسات ومؤتمرات وأطروحات، وقمنا بتعديل قانون الاستثمار 13 لسنة 2006، وهذا القانون ضمننا به الكثير بحيث يكون قانون ناجح ويقوم باستقطاب مستثمرين من الخارج ومستثمرين عراقيين أيضا، لأن تعرف أنت المستثمر عندما يأتي بأمواله يريد بيئة استثمارية صالحة، بيئة استثمارية ما بيها مشاكل. زي. أولا حتى يضمن حقوقه ويضمن الأموال اللي جيها اللي دخلها البلد، وكذلك أنه هاي الأموال إذا دخلت البلد يجب أن بالمستقبل تدر الأرباح، وكذلك تدر الأرباح للبلد اللي هو إحنا نريد نقيم. لعد شنو اللي يواجه المستثمر؟ أنت تعرف القانون كان ببعض يعني الأمور اللي مو صحيحة في زي. من ناحية المستثمر، الابتزاز من بعض موظفي القطاع العام عندما يأتي مستثمر للعراق. موظفين لو مسؤولين؟ مسؤولين وموظفين، احنا ما نريد نحدد أي. بالذات، وإنما الابتزاز اللي يصادف المستثمر. نعم. هنالك قسم من المستثمرين نجيب على الماضي يريد يطلع إجازة لبناء مشروع معين. طيب. هاي الإجازة تطول 3-4 سنين، وإذا المستثمر يبقى 3-4 سنين حتى في سبيل يحصل على الإجازة ما راح يقدر يقدم أي عملية. زين. احنا كانت النافذة الواحدة ما موجودة، النافذة الواحدة أقصد يعني كل الوزارات المشتركة بعملية إعطاء الإجازة الاستثمارية والفرصة الاستثمارية يجب أن تكون مكان واحد. زين. حتى المستثمر يجي مكان واحد يأخذ الإجازة مالته ويعرف أموره منها لتطلع ويروح يتوكل على الله ويقوم. طيب. بالمشروع مالته. طيب. ها كانت ما موجودة. طيب. يفتر المستثمر أو اللي يريد يبني له مشروع معين داخل العراق يفتر على عدة وزارات، وكل وزارة ما يطلع منها إلا هو مثل ما يقول يعني ملاقي الأمرين في سبيل الحصول على الإجازة. نعم. وبعد الحصول على الإجازة تبدأ هنالك مساومات كثيرة. احنا في هذا الواحد هم ضروري يشاركنا عبد الواحد من بغداد. احنا في هذا القانون سيد العزيز وبالتعاون ومشكور البنك المركزي قانون العربي. الاستثمار تتحدث عنه؟ هسه نحكي على قانون العمل؟ لا مو قانون العمل، ايش راح نسوي بالنسبه لتعزيز هذا الموضوع؟ زين. السيد علي العلاق رئي ممكن نعرف ايش راح يسوون بعد عبد الواحد؟ لعبد الواحد خفيف قويان وبعدين الرصيد مواطن يعني ممكن يعني عبد انقطع الاتصال مع عبد الواحد؟ أراح عبد الواحد يعني نعتذر ثاني مرة ينقطع الاتصال. أي كمل أستاذ. اللجنة الاقتصادية وبالتعاون مع كافة القطاعات المالية وبالأخص السيد محافظ البنك المركزي مشكورين ومشكور كل اللي متعاونين معه، قمنا بإطلاق مبلغ 5 تريليون دينار عراقي. شنو هذا المن؟ هذا مخصص إلى 3 أو 4 فقرات، تريليونين مخصص للقطاع الصناعي المصرف الصناعي، وتريليونين للمصرف الزراعي، وتريليون للقطاع السكني. أزيح. هذه المبالغ سوف تطلق في الأسبوع المقبل الأسبوع القادم فيما يخص القطاع الزراعي أو الأسبوعين القادمين، وكذلك فيما يخص القطاع الصناعي. شنو أثر هذه المبالغ سوف توزع كالآتي سيد العزيز. القطاع الصناعي أو المصرف الصناعي يقوم بإعطاء سلف لكافة وتحديدا للقطاع الخاص، ليس القطاع الحكومي، تحديدا للقطاع الخاص. يعني أي واحد صاحب يعني معمل حصري هذا انتهى الموضوع؟ حصريا للقطاع الخاص. أي إنسان، أي مستثمر، أي شخص عراقي أجنبي يريد يستثمر في العراق من أجل بناء مصانع. نعم.
مصانع، والمصانع هاي راح نعطيها الأولوية، تكون المصانع الأولوية، المصانع الغذائية، مصانع المواد اللي الاستهلاكية، مصانع الألبان، المصانع البسيطة. ما نتحدث عن مصانع السيارات ومصانع الطيارات. قيمة القرض راح يكون 2 تريليون. هذا القرض اللي احنا انطيناه من البنك المركزي الى المصرف الصناعي، كان لجنة اقتصاد واستثمار، احنا اللجنة المعنية بهذا الموضوع. طيب. واللجنة الداعمة لهذا الموضوع، واللي راح تكون رقابة على هذا الموضوع. زين، اللي راح يقترض ايش قد ياخذ، ايش قد يحق له؟ المبلغ من المصرف تقريبا 3 مليون دولار صلاحية المصرف راح تصير، وهنالك لجنة موجودة للمقترض، للمقترض الواحد، وهنالك لجنة موجودة ممكن يزيد المبلغ إلى 7 أو 10 أو 20 حسب ماهية المعمل وحسب كميته، حسب نوعية المعمل هذا متاح الاقتراض للمواطن، متاح للجميع، خاف يحتاج واسطة المواطن أبدا. هذا به شروط ومواصفات. احنا صراحة صارت عندنا قبل قروض، وهاي القروض سويست وقسم من عندها راحت إلى مجالات ما معروفة، بس هذن القروض احنا صراحة راح نتابعها متابعة دقيقة ومتابعة ميدانية، بحيث تروح إلى القطاع وتروح إلى عملية الاستثمار الحقيقي، وليس تروح تتهرب إلى الخارج. شنو مواصفات المقترض؟ يعني أساني مواطن أريد أروح أقترض، يعطوني قرض مثلا؟ نعم ينطوك. أولا احنا القرض راح يصير بشروط. زين. الشرط الأول ما يجيني واحد ما عنده فلوس ولا عنده شركة ولا عنده شركة رصينة، عنده رأس مال، عنده رأس مال، نعم، يقوم بإنشاء 25% في بداية المشروع هو على حسابه، على مال الخاص، على مال الخاص. زي. بعد ما ال 25% تطلع على أرض الواقع ويطلع عليه كشف. طيب. طبيعي القرض قبل ما ينعطي لازم هنالك شروط معينة. نعم. إجازة عنده من التنمية الصناعية، إجازة معمل، عنده شركة أو كذا، يعني هاي الموجودة المواصفات ويقدر يطلع عليها المواطن بكل شفافية. نعم. بكل شفافية. عند ما يبني 25% يطلع هنالك كشف مشترك من قبل لجان معينة. نعم. وعليها رقابة. بعد ذلك عند ما نشوف هذا فعلا جاد في العملية نقوم بإطلاق المبلغ له. وأزيدك على ما راح ننطي المبالغ باليد، لعب، وإنما المبالغ اللي احنا نريدها صراحة، واللي لجنة الاقتصاد والاستثمار داعمة لهذا الموضوع، انه تعطى الى المصانع اللي تبيع لنا المصنع، يعني ما تنطي بيد المواطن، وإنما المواطن يروح يشتري المصنع من فلان بلد. زين. ويجيب لنا فاتورة الشراء. نعم. وأحنا نطلق للمبلغ على فاتورة الشراء، تطلق المبلغ باليد وسلم للمستثمر، لا، إلى الجهة المستفيدة، الجهة حتى المستفيد. ما المواطن يأخذ المبالغ ويصرف بها تصرفات غير صحيحة. وبعد ذلك المصنع ينبني 25% والمبالغ تروح هدر. نعم. هاي من ناحية المصانع. زين، ايش حدد أدعو جميع نعم. المستثمرين. نعم. من القطاع الخاص هاي الفرصة متاحة لهم. طيب. من أجل المساهمة في بناء العراق. نعم. من أجل المساهمة في القضاء على البطالة. بس حاب أعرف أولوياتكم في الاستثمار في تحديد بهذا القروض، يعني شنو الأولويات اللي راح تركزون؟ شو أقول لك، احنا نريد المصانع تبدي من الغذاء فصاعدا. زي. يعني احنا مبالغ رهيبة تنضب على القطاع الغذائي، التصنيع البسيط، هاي المبالغ احنا نريد عملة صعبة، هذه عملة صعبة تطلع خارج البلد. احنا نريد نبدأ من هاي الى انه نرتقي الى المصانع العالية، ولكن هاي العملية نرجو من الأخوة اللي مستفيدين أن لا يروح هذا تعبنا هدر ويروح في أماكن غير صحيحة. إضافة إلى ذلك، زين، بالقانون أيضا حددنا المدن الصناعية، يعني احنا نريد مدن صناعية صارت في كل مدينة. زين. ما نريد المعامل تصير عشوائية. نعم. وإنما مدن صناعية راح تكون بها بنى تحتية صحيحة، هاي المدن الصناعية هي اللي راح تنبني عليها المصانع، ممكن صاحب المصنع يروح على صاحب المدينة الصناعية، وعندنا موجودة مدينة صناعية في بغداد، وين؟ في منطقة بسماية، مساحتها واسعة جدا. زين. ممكن أي صاحب مصنع أو يريد يقيم معمل يتجه إلى هذه المدينة، وهنالك شروط لإعطاء الأرض أو إيجار الأرض بحيث يمكن أن إقامة المصانع عليها. زين. إضافة إلى ذلك أيضا في مجال القطاع الزراعي، هسه احنا القطاع الصناعي تحدثنا عنه وقلنا زي. هذا راح يوفر لنا فرص عمل كثيرة، بما أنه قانون العمل أقر، إذا العامل يروح يشتغل في مصنع حالة ما يشتغل في القطاع العام، لأن كل المواصفات راح تنطبق على القطاع العام والقطاع الخاص، الضمان الصحي والتقاعد، كل الأمور راح تنطبق عليه، ولذلك راح
نخلق فرص عمل كبيرة من ناحية القطاع الخاص. بس من ناحية القطاع الزراعي. الزراعي باختصار على مود عندي استطلاع حقيقة وارجع بتساؤل أيضا. نعم القطاع الزراعي أيضا أعطينا مبلغ 2 تريليون للمصرف الزراعي، واللي هسه حاليا هو راح في الأسبوع المقبل أو الأسبوع البعده راح يستلم الطلبات. وأتمنى أنا من المصرف الزراعي أن تكون العملية شفافة في العملية التصنيعية. مطيناها الفلاح واشترى بيها بيكم واشترى بيها جكسارة. احنا الشرير. ما اشترى بيها لا حادلة. نعم. احنا الشرير حتى في سبيل الله ننظر إلى الماضي. والإنسان لازم يتعلم من الأخطاء. احنا ما نظل ننظر إلى الخطأ ونبقى. شلون نضمن الفلاح من نطيق قرص؟ شو الضمانات؟ الضمانات احنا ضمانات راح تصير لكل من ياخذ القرض ضمان مقابله، ضمان عقاري. يعني ما تنطي المبلغ وماكو ضمان قدامه، اذا تصرف بغير صحيحه انت عندك ضمان عقاري مقابله. زين. تقدر تستولي على الضمان العقاري الموجود. زين. احنا شو نريد؟ في مجال القطاع الزراعي احنا نريد عمليه تصنيع. لانه لا يمكن لنهوض الزراعه بعدم وجود قطاع صناعي. نعم. انا اليوم انتج يعني المحاصيل اي نوع. طيب. من المحاصيل. طيب. ناتي الى محصول واحد هو الطماطم. زين. اذا انت اليوم تنتج طماطم وما عندك معمل لتصنيع المعجون. نعم. هاي الطماطم راح تزيد عن حجمها وبعد الفلاح بالسنه القادمه، لانه طيب. تركت السنه بالسنه القادمه ما راح هذا. ولذلك يجب ان تكون مصانع زراعيه. هذا كلام مهم حقيقه اللي اشرت الى انت، وهذه المفاصل ايضا بامكانها. وكذلك في مجال الالبان، في مجال مهم تصنيع جداً. التمور كل في كل المجالات الاخرى. استاذ اذا تسمح لي حقيقه، انا بعد وقت ما راح يدركني ومضطر ان اقاطعك واذهب الى استطلاع للمواطن ونشوف رغباته البسيطه، وهو عامل يشتغل. وايضا خلي هم يعرف المواطن انه اعطانا مبلغ اكثر تريليون او وهاي المبالغ اللي اعطيناها 5 تريليون. نعم. في السنه القادمه ممكن ناخذ مبلغ مثله. والى ان يتنشط عندنا القطاع الصناعي والزراعي والسكن. ما عندنا تقشف بيجي حال ان شاء الله. عندنا استطلاع، خلونا ننتقل الى مشاهدينا ومستمعينا، تفضلوا بالبقر. صباح الخير. لو من سلني يا مرحبا. شلون الشغل اليوم؟ شنو طبيعة عملك؟ والله أنا طبيعة عملي أنا إنسان صباغ، أشتغل صباغ على في المصدر هذا، ويعني صار لي 20 سنة بهذا المصدر. شلون الشغل؟ والله كانت العيشة حلوة قبل ما تصير هاي الأزمة. فمن صارت هاي الأزمة يعني تغيرت أمور العمل. أمور العمل شلون تغيرت؟ لأن ماكو فد خبراء اقتصاديين اللي يوفرون عمل داخل. يعني كل دولة تصير بها حرب، ما تصير بها، ما تكون دولة ما تصير بها حرب، بس لكن اختصاصي للعمل هذا من انت داخل حرب لازم توفر اقتصادك للبلد. فماكو خبراء اللي يؤدون الاقتصاد بهذا البلد. هو اكل فرص العمل كانت موجودة، مشاريع كانت موجودة، بس لكن السراق غطت على الطيبين. فاحنا الطبقه العامله، يعني نقول اصحاب الرغيف المر، اصحاب الرصيف اللي نعاني من هاي الامور من سنين. كل دول العالم تتحق الطبقه العامله، بس لكن بالعراق ماكو حق بالطبقه العامله. انا خلفه مال لبخ من 66 لباخ، لا عندي بيت هسه، نازل بالايجار، ودين الكروه، اجي هنا للمصدر كل شيء ماكو، اضل الساعة 12 لا شغل ولا عمل، وارجع لاهلي. زين، ايد ورا وايد قدام. ماكو شغل عم، وينك شغل؟ يوم تشتغل وعشرة ايام قاعد. شلون عايش زين؟ هاي عايش شو تسوي؟ نعم هاي الله ما يموت واحد من الجوع، عايشين الحمد لله وشكرا. بس ندفع هاي ندبرها منا ومنا، الله يدبرها وندفعها. شو نسوي؟ نداين وندفع، شو نسوي؟ والله هسه نمشي بالشارع اشوف عمال هنا قاعده، عمال هنا قاعدين، وناس كبار بالسن ويباعون على رايح وجاي. والله الكريم يعني انا من يمي مثل ما قال استهضم على العراقي هيجي. عمي نصها داك الجوع، والله نصها. انا اقول لك براتب عايش، الباقي ما عايش. زين، هذا الشاب من يشوف ماكو فرص عمل قدامه ما يفكر ينحرف عن الطريق؟ هي لعد ما تشوف هاي الشباب من نصها من حرفه. من يتحمل مسؤوليته؟ والله هم يتحمل مسؤوليته، حكومه تحمل مسؤوليته. شكرا سرمد القيسي على هذا الاستطلاع. انا حقيقه الوقت بدا يدركني تماما وما عندي وقت، يعني ما مسموح لي الا ب 30 ثانيه، مضطر ان اختم. السيد يحيى العيثاوي عضو لجنه الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، يعني وعدك في حلقات مقبله نتحدث عن جانب الاستثمار اللي جانب مهم حقيقه، وبالتحديد القطاع الخاص، وندخل في تفاصيل ايضا متشعبه اخرى فيما يتعلق بابتزاز الاستثمار
وأيضا استخدامه كعصا سياسية أحيانا لضرب مصالح سياسية أخرى. شكرا لحضورك للاستوديو الناس والحكم، وشكرا لكم مشاهدي ومستمعي المدى على حسن متابعة. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كان معكم حامد السيد، وتحيات فريق العمل. التقيكم غدا بإذن الله تعالى أن بقينا بقية الحياة. في أمان الله.